لو بتعاني من قلة المشاهدات وعايز تكبر قناتك على اليوتيوب بسرعة بدون ما تدفع اي فلوس في الاعلانات وبدون ما تنشر على السوشيال ميديا، فكمل معايا الفيديو ده للاخر، لاني هشارك معاك الاستراتيجية اللي كل ما بعتمد عليها الفيديوهات بتتخطى ال 100 الف مشاهدة، وفي فيديو منهم عدى ال 700 الف مشاهدة. ومش بس كده، احنا هنمشي مع بعض خطوة بخطوة وهطبق معاك الاستراتيجية دي في الفيديو ده، وهشارك معاك تجربة لسه عاملها من اقل من شهر، والفيديو اللي طبقت فيه نفس الخطوات دي حصل على 100 الف مشاهدة في 30 يوم تقريبا. فلو انت متحمس انك تعرف الطريقة دي اعمل لايك للفيديو ده حالا، لانه مش هيكلفك حاجة ولكن بيساعد ان القناة والمحتوى بتاعي يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. وكمان ما تنساش تشترك في القناة لو انت مهتم بالعمل والربح من الانترنت. يلا بينا. اول خطوة هتعملها في الاستراتيجية دي هي انك هتحدد موضوع عليه طلب بالفعل من الجمهور المستهدف بتاعك وبيدور عليه على اليوتيوب، وده تقدر تعرفه بكل بساطة عن طريق القنوات المنافسة ليك وتشوف الفيديوهات المشهورة عندهم، او انك تبدأ تبحث بالكلمات الرئيسية المرتبطة في مجالك على اليوتيوب. والهدف من الخطوة دي ان احنا عايزين نعمل فيديو يكون عليه طلب عالي على اليوتيوب نفسه. فتعالوا نشوف تطبيق عملي للخطوة دي. انا مثلا حاليا عايز اعمل فيديو عن موقع كانفا لانه بينطبق عليه كل الكلام اللي احنا قلناه من شوية. الجمهور المستهدف بتاعي مهتم جدا بالموضوع ده، وكمان موقع كانفا شهرته بتزيد جدا في العالم العربي، ففي ناس كتيرة جدا هتدخل على اليوتيوب عشان تتعلم ازاي تستخدم كانفا باحترافية. فهنا انا حددت الموضوع بتاعي. الخطوة التانية هي اني هدخل على اليوتيوب نفسه وابدأ اشوف المحتوى الموجود بالفعل في الموضوع ده. فهاجي مثلا في مربع البحث هكتب كانفا وهبدأ اشوف الفيديوهات الموجودة بالفعل دلوقتي. هنا مثلا في اول فيديو واحد عامل دورة كاملة للتصميم على موقع كانفا، مدة الفيديو 15 دقيقة. النتيجة التانية فيديو بيتكلم عن طرق الربح من كانفا، وفيديوهات كتيرة جدا هي لا حصر لها، في فيديو من 11 شهر داخل في ربع مليون مشاهدة. فبالتالي ده بيأكد ان الموضوع ده عليه طلب عالي على اليوتيوب نفسه. الخطوة التالتة بقى، ودي خطوة مكملة للخطوة اللي فاتت، هي ان هبدأ اشوف الفيديوهات اللي بالفعل متصدرة وجايبة مشاهدات كتيرة جدا، وهبدأ احللها واشوف ايه نقاط الضعف والقوة في الفيديوهات دي. يعني مثلا الفيديو مدته قد ايه، الفيديو غطى كل الموضوع ولا لا، ايه الحاجات اللي انا اقدر اقدمها احسن من المحتوى الموجود بالفعل. والخطوة دي يا جماعة مهمة جدا جدا عشان لما تعمل الفيديو بتاعك تعمل احسن محتوى موجود، لانك لو طبقت كل الخطوات دي وفي الاخر عملت محتوى مش كويس انت كده مش هتنجح في الاستراتيجية دي اصلا. لان السر عشان تنجح على اليوتيوب هو انك تعمل احسن محتوى ممكن لمواضيع عليها مشاهدة وطلب كبير على اليوتيوب. فمهم جدا جدا انك تذاكر الفيديوهات الموجودة في مجالك وتبدأ تعمل فيديو احسن منهم. دلوقتي هنروح للخطوة الرابعة، وهي خطوة تسجيل الفيديو بتاعك وعمل محتوى افضل من كل المحتوى الموجود. بالنسبة لي بعد دراسة المنافسين والفيديوهات الموجودة بالفعل في الموضوع ده، لقيت ان في نقط ضعف كتير اقدر استغلها واقدم احسن محتوى موجود في الموضوع ده. زي مثلا ان اغلب الفيديوهات مش بتقدر تشرح كانفا بشكل كامل في فيديو واحد، فاغلبهم يا اما بيعملوا على اجزاء، يا اما بيشرح جزء معين من موقع كانفا وبيسيب اجزاء تانية كتير. كمان الموقع عمل تحديثات كتيرة مؤخرا، فبالتالي كل الفيديوهات الموجودة مش شرح التحديثات دي كلها. فكل الكلام ده انا حطيته في الاعتبار وانا بجهز للمحتوى بتاعي، وقررت ان الفيديو اللي هعمله في الموضوع ده هيكون شرح شامل لموقع كانفا او كراش كورس في فيديو واحد عن موقع كانفا. ممكن مدة الفيديو توصل 30 دقيقة او 45 دقيقة حسب ما اخلص التسجيل ومنتج الفيديو، بس مش هبص على المدة خالص، لان زي ما قلت الفيديو اللي هيدخل يتفرج عليه هيكون عارف انه داخل يتفرج على كورس كامل، وانه بعد ما يخلص الفيديو ده بس هيقدر يستخدم كانفا باحترافية. والفكرة دي عرفت انها ناجحة بالفعل لما لقيت فيديوهات كتيرة في مواضيع تانية واخدة نفس الاستراتيجية دي. يعني مثلا فيديو هو من قناة دروس اونلاين بيقول لك تعلم المونتاج ببرنامج بريمير في اقل من ساعة، والفيديو جايب 7 مليون مشاهدة. هنا برضو فيديو تاني تعلم المونتاج بالكامل في 28 دقيقة، وفيديو هو داخل على نص مليون مشاهدة بيقول لك تعلم المونتاج ببرنامج مختلف في 42 دقيقة. فبالتالي النوع ده من الفيديوهات الناس بتحبه لانه هيتفرج على فيديو واحد بس، وبعد ما يخلص الفيديو ده هيكون اتعلم كل ما يخص المهارة او الموقع اللي هو حابب يتعلمه. الحمد لله خلصت الفيديو ومدته زي ما انت شايف 32 دقيقة، هحاول اقلل المدة اكتر من كده بحيث توصل ل 30 دقيقة بالظبط. ولكن زي ما انت شايف الفيديو في بدايته اصلا انا بدأت باستخدام شوية تكست وانيميشن كويسين جدا بيعرف المشاهد اهمية موقع كانفا وانه اي حد فعلا محتاج الموقع ده في حياته، وشرحت له كل ما يخص موقع كانفا بتطبيق عملي. وجيت في اخر الفيديو كمان زي ما انت شايف عملت معاه صورة مصغرة للفيديو ده عشان انشرها على قناتي على اليوتيوب. فلو اي حد مثلا عنده قناة على اليوتيوب وشاف الفيديو ده هيقدر يعمل صور مصغرة احترافية لفيديوهاته، وهيقدر من خلال
خلال موقع كانفا يعمل محتوى احترافي جدا لقناته حتى ولو بدون ظهور. فبالتالي انا كده قدمت فاليو كبيره جدا في الفيديو ده. هنروح بقى للخطوه الاخيره، وهي خطوه رفع الفيديو على القناه بتاعتي. وهنا لازم اكتب عنوان يكون جذاب، ولازم استخدم اهم التاجز او الكلمات المفتاحيه اللي عليها معدل بحث عالي واللي استخدمها المنافسين بتوعي عشان اتصدر في نتائج البحث. لما حد يكتب كلمه كانفا او تعلم كانفا يظهر له الفيديو بتاعي، وفي نفس الوقت عملت صوره مصغره احترافيه عشان لما الفيديو بتاعي يظهر في الصفحه الرئيسيه يكون جذاب ويشجع المشاهد انه يدوس على الفيديو ويتفرج عليه. طبعا الخطوات دي انا قلتها لك سريعا لاني شارحها بالكامل وبالتفصيل الممل وبتطبيق عملي في كورس اليوتيوب الشامل المصنف من الافضل مبيعا على موقع يوديمي بفضل الله سبحانه وتعالى. والكورس ده بيساعدك انك تعمل قناه ناجحه على اليوتيوب وتكسب منها فلوس حتى ولو بدون ظهورك، وبيعلمك المونتاج وصناعه المحتوى وكل ما يخص انشاء قناه ناجحه على اليوتيوب. وكمان انا عامل لك كوبون تخفيض للكورس هتلاقيه في وصف الفيديو ان شاء الله. نكمل التجربه مع بعض. ودلوقتي عدى شهر على نشر الفيديو، وزي ما انت شايف لما بتكتب في البحث تعلم كانفا بيجي لك الفيديو اصبح في المرتبه الثانيه اهو الفيديو بتاعي. وزي ما انت شايف الصوره المصغره كويسه جدا، مده الفيديو 29 دقيقه اكتر من كل الفيديوهات الموجوده في شرح كانفا. كمان هتلاقي النتيجه الثالثه بلاي ليست كامله انا شارح فيها موقع كانفا والربح منه. فانا كده متصدر بنتيجتين، بفيديو واحد اللي هو تعلم كانفا في 30 دقيقه، وكمان متصدر بالبلاي ليست اللي انا عاملها. والفيديو زي ما انت شايف في خلال شهر حصل على 100,000 مشاهده تقريبا، احنا حاليا 99,000 مشاهده. ممكن بعد ما اخلص الفيديو ده يوصلوا ل 100,000 مشاهده، وتعالوا اوريكم شويه احصائيات للفيديو ده من داخل قناتي. احنا دلوقتي داخل احصائيات الفيديو، وزي ما انت شايف الفيديو وصل لتقريبا 100,000 مشاهده وجاب لي اكتر من 2300 مشترك. لو بصينا بقى لمرات ظهور الفيديو، ومرات الظهور هنا معناها عدد المرات اللي الفيديو ده ظهر فيها داخل منصه اليوتيوب، سواء في الصفحه الرئيسيه او في الفيديوهات المقترحه او في بلاي ليست او في الاماكن المختلفه الموجوده على اليوتيوب. فمليون و400 الف ده رقم كبير جدا، ويوصل لنا قد ايه الموضوع ده عليه طلب عالي زي ما احنا عملنا في بدايه الفيديو. طب تعالوا نشوف المشاهدين وصلوا للفيديو ده ازاي. زي ما انت شايف 74% وصلوا للفيديو ده من خلال ميزات التصفح اللي هي الصفحه الرئيسيه زي ما اتكلمنا. المصدر الثاني هو الفيديوهات المقترحه، المصدر الثالث هو بحث اليوتيوب، والمصدر الرابع ميزات اليوتيوب الاخرى. زي ما انت شايف ان اول ثلاث مصادر للمشاهدات كانت من ميزات التصفح، الفيديوهات المقترحه، وبحث اليوتيوب. والمصادر الخارجيه جابت لي 2000 مشاهده فقط. المصادر الخارجيه دي هي السوشيال ميديا سواء فيسبوك تليجرام انستجرام وغيرهم. فده يوصل لنا ايه؟ يوصل لنا انك لو عايز تنجح فعلا على اليوتيوب وتكبر قناتك لازم تخلي اليوتيوب نفسه هو اللي يسوق للفيديو بتاعك انت، ما تعتمدش على السوشيال ميديا بشكل كلي ولا تعتمد على اي مصادر تانية غير اليوتيوب. وزي ما احنا عارفين وزي ما انت شايف بعينك ان اهم ثلاث مصادر يجيبوا لك مشاهدات على اليوتيوب هم ميزات التصفح والفيديوهات المقترحه وبحث اليوتيوب. لان لو فكرت فيها هتلاقي ان اليوتيوب نفسه مش ضدك ولا ضدي ولا ضد اي حد، بالعكس اليوتيوب من مصلحته ان كل القنوات وكل الفيديوهات يجي لها ملايين المشاهدات، لان كل ما مشاهدات الفيديو ده زادت كل ما هو قدر يحقق ارباح كتيره جدا من المعلنين. فبالتالي اليوتيوب مش ضد اي حد ولا ضد العرب زي ما ناس كتيره فاكره، بالعكس خالص اليوتيوب يهمه مصلحتك. بس انت افهم بس اليوتيوب بيشتغل ازاي، واعمل فيديوهات عليها طلب عالي لجمهورك المستهدف اللي بالفعل موجود على اليوتيوب وبيشوف فيديوهات زي دي على اليوتيوب، وصدقني قناتك هتكبر. وزي ما قلت لك لو عايز تتعمق اكتر في الطريقه دي فرشح لك بشده كورس اليوتيوب الشامل اللي كلمتك عنه من شويه، ولو عايز تعرف عنه اكتر دوس على الرابط اللي في وصف الفيديو وهتقدر تعرف كل حاجه عن كورس اليوتيوب الشامل. اما لو انت بتدور على طرق لزياده ارباح قناتك من اليوتيوب فشوف البلاي ليست اللي هتظهر لك دلوقتي على الشاشه. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل له لايك وشير، ونتقابل في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.